قسم إضافة للخميس ألعب تحت 17 و15 وبنادي القرن. صار لي باللعبة 6 سنين. اللي خلاني أدش اللعبة خوالي وأخوي. نعم لعبت لعبة ثانية على قوة، حبيت هاللعبة ويعني لعبة جماعية أكثر. خلينا فيها كأس ودوري تحت 17 سنة. شاركت مع النادي والمنتخب معسكرات. معسكرات في نظام أكثر، أكل إيش اسمه نوم، ألعب 3 و2 و1. وظيفة مركزي شوت ودخول وباصات. أتمرن 6 أيام بالأسبوع وساعتين كل يوم. أتمرن دريبل دخول وديفنس. صارت لي إصابة بالأنكل قعدتني أسبوع. عشان اللاعب يتفادى الإصابات لازم يكون يتسخن عدل وعلاج طبيعي. أثبت نفسي بالفريق عشان الكابتن يشوفني ويلعبني. أوافق بين الدراسة والتمرين ساعتين قبل التمرين وبعد التمرين ساعتين. قدوتي محليا حمد عدنان وعالميا يانس. المباراة اللي ما أنساها كانت في الكويت بالكاس، كنا خسرانين بعدين فزنا. مدرب ترك لي بصمة بحياتي كابتن تغي وكابتن هيثم. أنصح الشباب يتمرنون يشدون حيلهم عشان يصيرون لاعبين زينين. معاكم كابتن تقي الدين الرميلي، مدرب فريق تحت 19 سنة و17 سنة بنادي الجرين الرياضي كرة السلة. أشغل كذلك خطة مدير فني داخل النادي للمراحل السنية. يتم استقطاب اللاعبين من المدارس بحيث أنه نلفوا على المدارس، نختار القامات الطويلة، خاصة نحن كلعبة كرة سلة تستقطب الخامة الطويلة. كذلك يعني حتى بالمجمعات بالملاعب الخارجية نروح حتى هناك عشان نستقطب اللاعبين الطوال اللي هم هم ان حتى الخامات اللي هي مؤهلة رياضيا يعني فيها البروفايل انها تقدر تكون خامات حق كرة السلة مستقبلا، ويتم التواصل مع اللاعبين هذولا وبعدين يروحون حق النادي يتمرنون مع مدربين مختصين في ال10 سنوات في الميني باسكت. يتم تدرج اللاعبين في جميع المراحل السنية لكي يتم ادماجهم بعدين في الدرجة الاولى، وخاصة انه السنة هذه نعتبر من ابرز السنوات ومن اهم السنوات بالنسبة للنادي، لانه حققنا انجازات في جميع المراحل السنية اول مرة في النادي. من جملة 8 بطولات حققنا 7 بطولات من جملة 8، وهذا يعتبر انجاز كبير حق نادي الجرين. اللاعب طلال الخميس وهو لاعب سريع، لاعب يمتاز بالسرعة في الفاست بريك، لاعب كذلك يمتاز بالشوتينج، قوة بدنية ما شاء الله عليه، حتى بالدفاع عنده قوة ما شاء الله عليه. اسمي جابر محمد صالح، ألعب تحت فريق تحت 15 سنة وألعب كرة سلة. صار لي ألعب هاللعبة من 6 سنين أو أكثر. تشجع أهلي ومن إخواني وربعي وكذي، فحبيت اللعبة وكانوا يلعبونهم فدشيت وياهم. إيه لعبت كرة قدم بس ما حبيت اللعبة، ما توفقت فيها. إن اللعبة حبيت إن اللعب جماعي وأقدر أشتغل على نفسي أكثر وأشد حيلي أكثر، فحبيت اللعب. مركزي في الفريق ألعب 5 أو 4. مركزي إني أقعد تحت السلة وإني ألم الكرة وأعطيها حق ربعي باصات. إيه نعم شاركت ببطولات، شاركنا بطولة محلية، هذه يبنى فيها الدوري والكاس. وكان في مباريات منها سهلة ومباريات صعبة، بس الحمد لله شدينا حيلنا وفزنا. اي في معسكرات خارجية ومعسكرات داخلية. المعسكرات ان نقدر نتمرن اكثر من مرة باليوم، ونعدل نومتنا ونعدل اكلنا واحسن من التمرين العادي بوايد. اتمرن 6 ايام بالاسبوع، واتمرن على الدخول على السلة واني شلون اتمركز تحت السلة. ان اصابتني اكثر من اصابة، منها اصابة الانكل، وان هالإصابة حاشتني وانا قاعد العب ولفت ريولي. وانصح الشباب اذا ما تبي تحوشهم هالإصابة سخنوا عدل وربطوا الجوتي عدل، وان شاء الله ما يصير فيكم شيء. الكابتن اللي ترك لي بصمة طور من مهاراتي كابتن اسكندر وكابتن هيثم. اثبت نفسي بالفريق واكون لاعب ناجح، اني اشد حيلي بالتمرين، وان الكابتن يشوفني احاول اشد حيلي اكثر بالمباريات وكذي، عشان الكابتن يشوفني يقدر يختارني على عشان العب على طول. اني احاول اخلي وقت حق الدراسة ووقت حق النادي وما ادخلهم مع بعض وعشان ما اتوهق. والمباراه اللي ما انساها اول مباراه بنهائي الدوري، ان شديت حيلي فيها عدل ودخلت بوينتات والديفنس كنت كل شيء تمام. قدوتي باللعبه الحين لبرون جيمس. اكثر لاعبين تفاهم معهم عيسى العجيل وطلال الخميس ومهدي فيصل وعزيز القطه.
طموح اني بالمستقبل اني اقدر اوفق بين الدراسة، اني اشد حيلي بالدراسة وادخل تخصص الابي، ومن جهة الرياضة اني اقدر اكمل بالرياضة واشد حيلي واوصل للاحتراف. يشجعوني اهلي ان كل مباراة يوني يشجعوني فيها، وربعي كل مرة يكلموني على المباريات وانا ايش سويت وكذي. تنقصنا ملاعب وتنقصنا احتراف وينقصنا ان تشجيع من الشسمه الاتحاد اكثر. انصح الشباب الكويتي انه لا يقعدون بالبيت وايد، وخلي يشدون حيلهم ويسوون رياضه ويسوون اي شيء مفيد لهم. اللاعب جابر وهو كذلك لاعب في نفس المركز قطان، وهو يمتاز كذلك بالريباوند ويمتاز خاصه بالذكاء متاعه والدهاء متاعه في انهاء الكره. اسمي مهدي فيصل، عمري 14 سنة ولعبتي سلة. صار باللعبة 6 سنين. اللي خلاني أدش اللعبة تشجيع من الأهل وربي واللي كانوا يلعبون اللعبة. مركزي بالفريق جاردات، وظيفة مركزي الشوت ودخول على السلة. شاركنا بطولات داخلية وفزنا بطولتين، وهذه الميدالية اللي خذنا فيها الأول. شاركت بمعسكرات خارجية وداخلية. الفرق بين المعسكرات والتدريبات، المعسكرات تنظيم أكل والنوم، والتمرين إنه يصير تمرينين باليوم. المدرب اللي ترك لي بصمة كابتن هيثم وكابتن تغي. المباراة اللي ما أنساها ضد الكويت، كنا خسرين فرق واحد طلعنا بالسكور. تدريباتي 6 أيام بالأسبوع، نبتدي بالسكور بالدخول على السلة والسكيلز والشوت. صارت لي إصابة بركبي، وشلون اللاعب يتفادى الإصابة هذه؟ يروح يسوي علاج طبيعي ويشرب الماء ويريح جسمه. أثبت نفسي بالفريق، أتمرن عدل ويشوف المدرب. أخلي أوقات محددة، يعني هو 2 ساعة باليوم التمرين وفي وقت ورا التمرين. قدوتي عالميا يانس، أكثر لاعبين أتفاهم معهم عيسى الأجيل وطلال الخميس وعزيز القطان. طموحي أني ألعب برا بالNBA وأشارك ببطولات خارجية. اللي يحتاج أن أطور من مهاراتي والشوت والدخول. اللي ينقصني كلاعب معسكرات وتمارين زيادة وصالات. نصيحة قدمي حق اللي بمبري، روح الرياضة، تغيير وقت ومحافظة على الجسم. اللاعب مهدي فيصل وهو من اللاعبين اللي يمتاز بمهارة وايد زينة، خاصة في الواحد على واحد. معاكم اللاعب عيسى مشعل العجيل، عمري 15، ألعب كرة سلة، صار لي 6 سنين. اللي خلاني يدش اللعبة ان اللعبة جماعية اكثر ومحفزة اكثر. اي لعبت لعبة ثانية كرة يد. اللي خلاني استمر بالسلة ان اهتمام الكباتن بالتمارين، وقاعد يعطونا حافز ان نكمل بهاللعبة. مركزي بوينت جارد وشوتينج جارد. بوينت جارد صانع العاب، والشوتينج جارد اللي يصير الشوتر بالفريق. شاركت ببطولة تحت 13 سنة، حققنا الأول الأول دوري وأول كاس، وتحت 15 سنة أول دوري أول كاس، وهذه تحت 17 أول دوري وأول كاس. بالمعسكرات إنه يصير التمرين، يصير في تمرينين باليوم والتركيز يصير أكثر، وبالنادي التركيز يكون في تركيز بس إنه مو نفس تركيز المعسكرات. المدرب اللي ترك لي بصمة كابتن هيثم وكابتن تبي. نتمرن 6 أيام بالأسبوع، والتدريبات اللي نتدربها السكيلز والدخول على السلة والديفنس. المباراة اللي ما أنساها مباراتنا مع الكويت ربع نهائي، كانت كلوس جيم والحمد لله فزنا فيها. صارت لي إصابات وايد، ومنها الإصابات الأنكل، وعشان أتفادى هالإصابة أسخن عدل وأشرب ماي وايد وأسوي علاج طبيعي. عشان أثبت نفسي بالفريق أركز بالتمرين وأثبت حق الكابتن أن أنا أقدر ألعب. إن إذا رجعت من المدرسة عندي وقت إني أدرس فيه، والتمرين 2 ساعة باليوم، يعني ما رح يأخذ مني وقت وايد. قدوتي محلياً أحمد البلوشي، وعالمياً كايري. اللاعب اللي أتفاهم معاه بالملعب مهدي فيصل، عز قطان، وطلال الخميس، وفهد المري.
طموحي اني اوصل حق بطولات خارجيه والعب بالNBA. اللي شجعني ابوي وخالي، اللي ناقصني ملاعب واهتمام ومعسكرات خارجيه. انصح الشباب انهم يدشون اي نوع من الرياضه، مو شرط السله، لانها مفيده حق الجسم وتخلي جسمك قوي. لاعب عيسى العجل، وهو لاعب سريع يمتاز بالسرعه ويمتاز خاصه بالفاست بريك، وقوي دفاعيا.